عندنا ملفات كتير عايزين نتكلم معاك فيها متعلقه بالدوريات الاوروبيه. تعال نبتدي بالدوري الانجليزي الاكثر سخونه والاكثر يعني متعه كمشاهده، يعني المتعه فعلا بالنسبه لكل الناس اللي بتتابعه، ونبتدي بمحمد صلاح ومشواره وليفربول ومشواره في النسخه دي من الدوري، شايفهم ازاي؟ طبعا الدوري الانجليزي السنه دي موسم مميز جدا، وفي اكتر من فرقه بتنافس على الدوري، فالصراع والتنافس كبير جدا بين اكتر من نادي. كمان مختلف عن السنه اللي فاتت. بالامس طبعا ليفربول كسب برينفورد 3-0. محمد صلاح طبعا النجم المصري سجل هدفين ودخل كده سجل هدفين، سجل 200 هدف في الدوري الانجليزي، 198 بليفربول واثنين بقميص تشيلسي. محمد صلاح دلوقتي وصل 10 اهداف في الدوري الانجليزي واربعه اسيست، فعامل ارقام مميزه جدا مع فريق ليفربول سواء في الدوري او دوري ابطال اوروبا. دلوقتي محمد صلاح هو رقم واحد في فريق ليفربول، يعني بيمثل ميسي دلوقتي زي برشلونه في الفتره الماضيه. اعتقد هو الدينامو الفريق ومحور اداء بشكل كبير جدا. امبارح طبعا كان في حركيه بشكل مميز جدا، سوبوسلاي عمل اداء كبير. كمان النقطه الايجابيه في فريق ليفربول الفتره الاخيره ان بقى في تفاهم كبير جدا بين داروين نونيز ومحمد صلاح، التفاهم ده عامل شكل هجومي حلو لفريق ليفربول. وطبعا كان في لقاء برضه مميز جدا امبارح تشيلسي ومانشستر سيتي وانتهى 4-4. طبعا هالاند تقريبا احرز هدفين. طبعا كان مباراه مميزه جدا. انت شايف الصوره دي؟ هياكل ابننا، هياكل ابننا في الصوره. هو طوله كام؟ شيء صعب جدا. طبعا هو طويل جدا ويعني قوه جسمانيه كبيره جدا وسفاح يعني زي ما بنقول. بالنسبه طبعا للقاء السيتي وتشيلسي كان احلى مباراه حتى الان في الدوريات الاوروبيه كلها. 4-4 كانت مباراه ممتعه من الفريقين في اول 20 دقيقه. طبعا شايفك محمد صلاح ممكن يقلل الفارق بينه وبين هالاند، هو دلوقتي بقى 10 وهالاند 13. صح كده؟ وطبعا لسه المشوار طويل. مش قلت لك هالاند هيصنع تاريخ وهو لسه اصلا 22 ده طبعاً سنه؟ ده مفروغ منه، مفروغ منه. بس يعني فرصه حصول صلاح على الحذاء الذهبي واصلا نسبتها يعني انا اعتقد ان الامور صعبه في وجود هالاند، خاصه ان هالاند برده يعني بيبقى على طول داخل ال 18. عنده اسكواد بيساعده، محمد صلاح هو اللي بيساعد نفسه، ما فيش برده لعيبه بتساعد محمد صلاح بشكل كبير جدا. عكس طبعا ان فريق السيتي طبعا في وسط الملعب عنده برناردو سيلفا وفودن والفيريز بيقدروا يلعبوه بشكل جيد، وكيفن دي بروين لما يرجع. بالنسبه طبعا للقاء ليفر لقاء السيتي وتشيلسي 4-4 كانت مباراة ممتعة من الفريقين في أول 20 دقيقة. إن تشيلسي بالنسبة لي فاجئني، أنا نزل بضغط عالي وحرم السيتي من بناء اللعب، اللعب اللي بيحبه السيتي، فالسيتي أجبر على لعب الكرة الطويلة. فتشيلسي كان بادئ المباراة بشكل جيد جدا. كمان أخطر عنصر في فريق السيتي كان دوكو، أعتقد اللاعب جيمس الباك رايت لفريق تشيلسي قدم أداء جيد عليه واحتوم خاطر دوكو بشكل كبير جدا. طبعا الشوط الأول خلص 2-2، كان في أهداف بكل الطرق، شفنا من تسديدات من ضربات رأس من هجمات مرتدة، فكان في اداء مميز من الفرقتين وكان في رغبه واضحه، ما كانش في التحفظ الكبير من الفرقتين. حتى الشوط الثاني استمر لنفس الريتم ونفس الاداء، سرعه في الاداء بشكل كبير جدا. لكن كان نقطه التحول من وجهه نظري التبديلات المدرب بتاع تشيلسي بوتشيتينيو، خاصه لما نزل اللاعب مودريك وخرج اللاعب انزو فرنانديز، فحول الطريقه من ال 4-3-3 ل 4-2-3-1، وبالتالي بقى فيه طريقه هجوميه وشكل هجومي اكتر. ودى رحيم ستيرلينج ناحيه اليمين، بقى فيه تفاعل ناحيه اليمين وفي نشاط ناحيه الشمال، ففي توازن في الجبهتين. كمان خلى بالمر يلعب صانع لعب تحت اللاعب رحيم ستيرلينج واللاعب جاكسون اللي قدموا مباريات مميزه جدا. فاعتقد كان لقاء مميز جدا وكل المشاهدين استمتعوا به، واعتقد يعني التعادل عادل نظرا للمجهودات الجباره للفريقين. هو ممكن الدوري الانجليزي الموسم ده فعلا مع اللي بنشوفه من فنيات مختلفه وتطوير في اداء وفرانكينج بعض الفرق حتى هذه اللحظه، يعني احنا ما لناش فتره طويله عشان نقدر نحكم امله، بس ممكن يكون النتائج هذا الموسم مختلفه تماما عن الموسم اللي فات فيما يختص بالدوري الانجليزي. انا عايزه كمان اروح معاك لنقطه، بما ان احنا ذكرنا هالاند، سمعنا ما اعرفش الكلام ده برده حقيقي ولا، بس قول لنا رايك في هذا الموضوع ونسبه برده يعني تحقيقه، ان هالاند المفروض ريال مدريد دلوقتي بيدرس فكره الشرط الجزائي بتاعه عشان يضمه لريال مدريد. فهل الكلام ده ممكن يحصل؟ وهل لو حصل حتى هتبقى خطوه يعني مناسبه لهالاند ولا لا؟ بقاؤه مع مانشستر سيتي افضل حاليا؟ يعني انا اعتقد في الفتره الحاليه يعني ما فيش مفاوضات، كلها بتبقى اجتهادات صحفيه ووسائل الاعلام بتتكلم كتير. الكلام الاكثر على ريال مدريد في صفقه امبابي، اعتقد هالاند يعني الافضل ليه يستمر في فريق السيتي وبيب جوارديولا، خلاص وصل للاندماج والتفاعل بشكل كبير جدا عكس ريال مدريد برضو. فاعتقد اسلوب هالاند يعني مناسب اكثر لفريق السيتي.
فيعني دلوقتي لا يحدث مفاوضات، خاصة ان الفترة الحالية ممنوع اي فريق يتكلم مع لاعب، ممنوع قبل نهاية عقده بست شهور عشان ما يتعرضش لمخالفات قانونية.